السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم. تحقيق شروط اليوتيوب 400 ساعة 1000 مشترك بيوم واحد فقط. ب اليوم أغلب الشباب يعاني من البطلة، لذلك هم اليوم بلا عمل بلا وظائف، لذلك توجه الكثير منهم إلى منصة اليوتيوب التي تعطي المال الوفير في وقت قصير والبدء في إنشاء قناة، لكنهم بحاجة إلى كيفية تحقيق شروط اليوتيوب وهي 400 ساعة مشاهدة 1000 مشترك خلال 12 شهر الأخيرة تعتبر هذا للشروطات عجيزي للكثيرين، لكن من الممكن تحقيقها في يوم واحد فقط، حيث أن هنالك الكثير من الخدمات لتسريع تحقيق شروط الدخل لقنوات اليوتيوب، لكنها ليست مجانية والعديد منها يعتبر مخالف لسياسة اليوتيوب. إذا كنت مبتدأ في مجال اليوتيوب فأنت بحاجة إلى أسرع طريقة لتحقيق شروط الدخل وعلى أن تكون قانونية، حيث هرت الكثير من صفحات على الفيسبوك تدعي أنها تحقق شروط الدخل في يوم واحد فقط، لكن هذا مخالف وسيتم حذف القناة التي تستخدم هذة الطرق. صرحت اليوتيوب أكثر من مرة عن كيفية تحقيق الدخل، حيث يجب أن يكون المحتوى حصري وأن المشاهدات والمشتركين تأتي من أشخاص حقيقيين أعجبتهم قناتك وأشتركوا فيها وش أهدوا الفيديوهات، حيث يمكن للمستخدمين الذين لديهم قنوات يوتيوب جديدة العمل بجد والابتعاد عن كل ما هو مخالف، لأن اليوتيوب وكوكل أدسنس لا يرحم ويغلق قناتك يوتيوب بلحظة. كيفية تحقيق شروط اليوتيوب بأسرع وقت؟ أغلب أصحاب قنوات يوتيوب الجدد ليس لديهم صبر، لذلك يرغبون في تحقيق شروط الدخل لقنواتهم بأسرع وقت ممكن. أن عملية الحصول على 4000 ساعة مشاهدة و1000 مشترك هي صعبة للغاية للمبتدئين في مجال اليوتيوب، خاصة إذا كانت القناة في بداياتها، المستخدم يرفع فيديوهات على قناة لكن لا توجد مشاهدات ولا مشتركين، لذلك لابد من طريق حقيقية لتحقيق شروط الدخل بأسرع وقت ممكن. تحميل تطبيق تحقيق شروط الدخل لقنوات يوتيوب. ونتيجة لتطور تطبيقات هواتف الأندرويد، أصبح من الممكن تطوير تطبيقات تعتمد على خوارزميات خاصة لزيادة المشاهدات والمشتركين بشكل حقيقي وغير وهمي. تطبيق تحقيق شروط الدخل. ومن هذة التطبيقات تطبيق اليوم الذي تستطيع من خلاله تحقيق شروط الدخل لقناتك على يوتيوب بطريقة قانونية وصادرة من أشخاص حقيقيين، حيث تجد رابط تحميل التطبيق في صندوق الوصف. حمل التطبيق وثبتة على هاتفك المحمول. كيفية إنشاء حساب على تطبيق تحقيق شروط الدخل. هذا التطبيق حقيقي وغير مخالف لسياسة اليوتيوب. بعد تحميل التطبيق افتحة الآن حتى تنشئ حساب علي. في البداية أضغط على ساين أب لعمل حساب جديد. أكتب البريد الإلكتروني والباسورد وأعد كتابة الباسورد، ومن ثم أضغط على سند حتى يتم إرسال رمز التحقق على البريد الإلكتروني الذي سجلت به. أنسخ الكود واضعة في المكان المخصص وأضغط على إرسال. كيفية إنشاء حساب. الآن تم إنشاء حساب على التطبيق، ولتسجيل الدخول ضع البريد الإلكتروني والباسورد وأضغط على لوكن حتى تدخل إلى تطبيق، حيث أن هذا التطبيق يتميز بالمصداقية في الحصول على مشاهدات ومشتركين لقناتك على يوتيوب، وهو غير مخالف مطلقا، علما أن هذا التطبيق جديد وحصري لتحقيق شروط اليوتيوب بيوم واحد فقط. كيفية الحصول على 4000 ساعة مشاهدة 1000 مشترك من التطبيق. يعتمد التطبيق على جمع النقاط من خلال الاشتراك في قنوات يوتيوب الأخرى، حيث أن كل قناة تشترك بها سوف تحصل على 125 نقطة، وكل فيديو تعطية لأيك تحصل على 80 نقطة، وكل مشاهدة لفيديو تحصل على 50 نقطة. طبعا تشاهد الفيديو لمدة دقيقة فقط، ويمكن تفعيل زر أوتوب لحتى تشهد الفيديوهات باستمرار تجمع النقاط حين فتترك هاتفك يعمل ويشغل الفيديوهات بشكل تلقائي. وبعد جمع النقاط يمكن الآن شراء المشاهدات والمشتركين ولايكات مقابل النقاط التي جمعتها،
حيث يمكن أن تعمل على تحقيق شروط الدخل لقناتك على يوتيوب بوقت قصير جداً، لكن أجمع النقاط من خلال الاشتراك بالقنوات وكذلك الإعجاب بالفيديوهات ومشاهد تلف يوديوهات حتى تجمع مزيد من النقاط، ويمكن ترك هاتفك يشغل الفيديوهات بشكل تلقائي حتى تجمع النقاط بدون تعب.